تعتبر كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في عمان من الكنائس الرائدة في العاصمة، والتي يعود بناؤها إلى عشرات السنين. فريق نورسات زار الكنيسة واستمع من راعيه الأيكونومس الدكتور إبراهيم دبور إلى شرح واف عن نشاطاتها وفعالياتها المتميزة. إلى التفاصيل. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله. ضمن جولات فريق نورسات الأردن للتعرف على أبرز تاريخ الكنائس المنتشرة في العاصمة والمحافظات، نصل اليوم ضمن حلقات كنيسة لهذا الأسبوع لكنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في قلب العاصمة عمان بمنطقة الصويفية. بنيت الكنيسة على قطعة أرض تبرع بها أحد المحسنين السيد إيميل سكر عام 1982 في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك ثيودوروس الأول، حيث بدأ غبطة البطريرك آنذاك بأعمال البناء عام 1989، وانتهى من بناء الكنيسة عام 1990 لتصبح أكبر كنيسة رومية أرثوذكسية في العاصمة عمان. فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. رسم على مذبح الكنيسة كل من الأيكونوموس إبراهيم دبور والأيكونوموس باجس خوري، تلاهم في الخدمة بعد سنوات الأيكونوموس بطرس جنحو، يعملون في سعي دائم للحفاظ على الرعية الأرثوذكسية وتلبية حاجاتهم الروحية والاجتماعية. ندخل الكنيسة من الداخل نراها مبنية على شكل صليب، مرسوم على جدرانها أيقونات مميزة للقديسين رسمت على يد راهبات من اليونان دعاهم سيادة المتروبوليت فينيديكتوس ليعطوا الكنيسة بهاء وجمالا. يبلغ طول الكنيسة 33 مترا وعرضها 20 مترا بارتفاع 20 مترا، تحوي على ذخائر من عظام القديس جورجيوس والقديس ثيودوروس. تحوي الكنيسة من الداخل على ثلاثة هياكل، الرئيسي على اسم دخول السيد إلى الهيكل، والهيكل الأيمن على اسم الشهيد ثيودوروس، والهيكل الأيسر على اسم القديس شمعان الشيخ. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. يفصل الهيكل عن الكنيسة حائط الأيقونوستاس، وهو مميز جدا، حيث أحضره غبطة البطريرك المتنيح ثيودوروس الأول من اليونان قبل احتفال التدشين. بجانب الكنيسة مرافق عديدة من قاعات وصالات تخدم أبناء الرعية، تعمل من خلالها لجان الرعية من شبيبة وكشافة وأخوية حاملات الطيب بجد واجتهاد متواصلين. في لقائنا مع كاهن الرعية قدس الأيكونوموس إبراهيم دبور، حدثنا بإسهاب عن الكنيسة منذ تأسيسها وعن أبرز الأحداث التي تمت فيها فقال:
هاي الكنيسة أول دنم أرض تبرع فيها شخص محسن مؤمن تقي اسمه إيميل سكاب، وكان في ذلك الوقت المطران ثيودوروس اللي بعدين صار بطريرك على القدس. وبدأ البطريرك ثيودوروس يشتري الأراضي اللي حواليها، حتى صار عندنا أكثر من حوالي 10 دنم. وبدأ في البطريرك ثيودوروس المرحوم في بناء هاي الكنيسة من سنة تقريباً 82 مع المدرسة مع المطرانية، وبالواقع انتهى بناءها سنة عام 1989 ودشنت في عام 1990. وأول من خدم فيها أنا الحقير في الكهنة إبراهيم دبور مع الأب بولس كفوف، ولحد يومنا الحاضر. بعد ذلك بسنوات ارتسم الأب بطرس جنحو وأصبح معنا كاهناً في هذه الكنيسة. هذه الكنيسة لها أهمية كبرى لأنها في مركز تجمع مسيحي كبير، وهنا المنطقة هي تعتبر منطقة في أغلبية مسيحية، والمؤمنين بدأوا يتوافدوا إلها من وقت ما هي انبنت بعد جهد كبير من نعمة الله وزيارات للرعية. وهي الكنيسة أيضا فيها قاعتين أو ثلاث قاعات، قاعة الكبرى في قاعتين تحت كمان تستخدم للعزوات أو الاحتفالات، وقاعة للشبيبة والاجتماعات الروحية. بعد فترة البطريرك ثيودوروس أحضر هذا الأيقونستاس، وهو عمل يدوي من بلاد اليونان، والبوابة الرئيسية مصنوعة من البرونز من إيطاليا، ثم أسست على هذه في هذه الكنيسة جوقة مرتبة ومدارس أحد وشبيبة ومجموعة حاملات الطيب الأرثوذكسية التي تهتم بالتوزيع على الفقراء والمحتاجين وتساعد في كثير من الأعمال الخيرية والاجتماعية. أيضا أسس لهذه الكنيسة كشافة وعددهم حوالي فوق 150 عضو، وبيشتركوا في تنظيم الكنيسة وفي الاحتفالات الكنائسية دائما. كما تلاحظون أيقونة دخول السيد إلى الهيكل على يمين أيقونة العذراء، وبتلاحظوا كمان أيقونة القديس ثيودوروس على المذبح على اليمين، و سمعان الشيخ على اليسار. أيضا كل ما موجود في هذه الكنيسة هو عمل يدوي، من حفر، من كراسي، من أيقونوستاس، من كرسي البطريرك، من أيضا أنفونا أو مكان قراءة الإنجيل، كل هذه موجودة بهذا الوقت. بعدين ارتأينا بمجيء المطران فينيديكتوس بأن نجيب رهبات من بلاد اليونان، وبدأوا في رسم الكنيسة وكانوا من محسنين كثيرين، كل شخص كان برع في أيقونة معينة،
وأخذت شغل كبير جدا. إن شاء الله نقدر نكمل هذه الرسمات في الأماكن الفارغة في المستقبل القريب إن شاء الله. هاي الكنيسة يقام فيها قداديس على مدار السنة يومي الجمعة والأحد طبعا صباحا، ويقام في أيام الصيام قداس السابق تقديس الأربعاء صباحا والجمعة صباحا وصلاة المدائح كمان مساء، مدائح العذراء. وأيضا يقام كل يوم صلاة النوم الكبرى في أيام الصيام، لكن على مدار السنة أيضا هناك قداديس في أعياد القديسين اللي بتعيد لهم الكنيسة. الرسومات اللي موجودة في هاي الكنيسة إلها معاني هائلة جدا، زي أيقونة والدة الإله اللي هي بلاتيتيرا أو الأرحب من السماوات في الهيكل. وهناك مكانة لأن هناك تكون كالعذراء مريم هي التي وصلت السماء مع الأرض. ومنلاحظ أنه الرب يسوع المسيح في أحشائه وهي رفع يديها متضرعة إلى الله حتى يرحم البشر. نرى أيضا الرؤساء الكهنة في الهيكل، ونرى القديسين الرجال عن اليمين والقديسات عن اليسار، وبعد ذلك الشهداء والشهيدات والرهبان والرسل مرسومين في هاي الكنيسة. والكنيسة أيضا تتميز أنه أسفل الجلاجل هناك في أيقونات متعددة لوالدة الإله، وكل أيقونة تعني شيء معين. ملجأ لكل الخطى بتعاليمك المضيئة، أنت سراج الطريق وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. جاء المطران خريستوفوروس عطلة وهو يشجع، بدأ يشجع في التكوين أيضا وزيادة الشبيبات واللجان، لجان السيدات ومدارس الأحد والكشافة وكل هاي الأمور. وإحنا نطلب من الرب أنه يعطي أيضا القوة والنعمة. و هاي الكنيسة أيضا تتضرع إلى الله العلي القدير إنه يحفظ غبطة سيدنا البطرك ثيوفيلس الثالث بطريرك القدس لما يقدمه من دعم روحي لهذه الكنيسة أيضا ولكهنتها. وإحنا هنا مبسوطين كتير في الأردن لأنه عنا الأمان والأمن والأمان، ودائماً في كل احتفالاتنا نرى رجال الأمن العام من أكثر فئاتهم موجودين في الكنيسة وخارج الكنيسة لحماية المصلين. والله يبعد عنا كل شر، أمين. كنيسة محببة على قلوب الأرثوذكسيين في الأردن، شهدت العديد من الرسامات والتنصيبات والأكاليل والمناسبات. فاحفظ يا رب بيعتك من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. من جديد يا
ملجئي في كل